الحادثة دي حصلت الساعة 5:30 بالظبط، كنت موجود في نفس المكان ده وبكلم واحد من تحت، حسيت بسرينة القطر معلقة من على بعد مسافة لا تقل عن كيلو. فانت كلنا انت شد انتباهنا الى سرينة القطر، وجيت بالقطر كانس الصخرة اللي قدامه بتاعت المخزن بتاعت السكة الحديد مدخلها في الدكاكين، ثم شب عليها ومال على جنبه اليمين. معظم حالات المصابين حالات خطر جدا جدا، وتم التعامل معاهم مباشرة. كل اللي جه هنا تم عمل الاسعافات الاولية اللازمة له، والحقيقة كل الدكاترة كانوا متواجدين وقاموا بالواجب اللي عليهم وزيادة، والجماعي الحاكمات حتى النبطشيين واللي مش نبطشيين حضروا وقاموا بالواجب. حليم.